اللي في الصورة دي اسمها شيماء جمال، صاحبة واحدة من أكبر قضايا الرأي العام في مصر والوطن العربي، وده بسبب أن الانتقام منها كان بشكل مش إنساني خالص، تحديدا وإن الجاني وهو جوزها كان شغال في القضاء، وخلال فترة المحاكمات كانت بتطلع إشاعات كتير. وعلشان كده هنتكلم النهاردة عن القصة الكاملة. 2016، شيماء جمال صحفية وإعلامية ناجحة وعندها طموح إنها تكبر أكتر في مجال الإعلام، منفصلة عن والد بنتها جنى من أكتر من 10 سنين، وبحكم شغلها في الإعلام كانت بتقابل شخصيات عامة وشخصيات ليها منصب مرتفع في المجتمع، لحد ما قابلت أيمن عبد الفتاح محمد كان شغال في القضاء، وكانت طلبت منه إن يتوسط لها في موضوع معين، وهو كان تعامله معاها كويس جدا لأنه في الحقيقة أعجب بيها، وبعد شوية وقت عرض عليها الجواز، لكن الجواز ده يكون بشكل عرفي وبعد سنتين يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وده لأن أيمن ما كانش عايز زوجته الأولى تعرف. وشيماء شافت إن مفيش مانع إنها توافق طالما إن الجواز العرفي هيكون لفترة معينة وبعد كده هيتحول لجواز رسمي، ده غير إن أيمن منصبه في الدولة كبير وعنده استثمارات خاصة كتيرة بتحقق له دخل مادي كويس. وافقت شيماء على الجواز ووافقت على شروط أيمن، لكنها لاحظت بعد فترة قصيرة من الجواز إن أيمن بيخلف بوعوده مع معظم الناس، فكان عندها شك إن ممكن يخلف بوعده وما يعلنش الجواز بشكل رسمي. وأيمن خلال فترة الجواز الأولى كان واضح عليه أنه بيحب الوحدة، ما بيحبش الاحتكاك مع أهل شيماء خالص، كان دايما بينعزل لوحده في أوضته مجرد ما أهل شيماء يوصلوا البيت. وكانت العلاقة بين أيمن وبين شيماء في البداية كويسة جدا، لكن بعد مرور سنتين أيمن ما نفذش الاتفاق اللي قال عليه وما تمش الإعلان عن الجواز بشكل رسمي، فشيماء طلبت منه أن يعلن الجواز بشكل رسمي وانه يبلغ زوجته الاولى ان هو متجوز شيماء جمال. ومن الواضح كمان ان شيماء قدرت تحصل على دليل يدين ايمن في اجراء غير قانوني او غير اخلاق، وايمن في نفس الوقت كان شايف ان طلبات شيماء طلبات مرهقة ماديا عليه جدا، وانها كانت بتهدده طول الوقت ان لو ما اعلنش الجواز بشكل رسمي هتفضحه وتعرف الناس كلها انها مراته، ويقال انها كمان كانت بتهدده بالدليل اللي معاها اللي كان بيدين أيمن. وهنا أيمن بدأ يشوف إن شيماء في حد ذاتها تهديد لحياته مع زوجته الأولى وتهديد لسمعته ومكانته الاجتماعية، وبدأ يفكر هيتخلص منها إزاي. وكانت الفكرة الأولى إن شيماء تموت في حادثة عربية وطبعا تبان قدام الناس إنها بالصدفة، لكنه غير الفكرة دي على طول لأنه ما كانش عايز يستعين بأي حد وكان عايز ينفذ كل حاجة بنفسه. والخطة التانية ان هو يموتها بالسلاح المرخص اللي معاه، ويقول انه اثناء ما كان بينظف السلاح الشخصي بتاعه طلعت طلقة منه على سبيل الخطأ وقتلت شيماء، لكنه بعد ما فكر شوية اكتشف ان الخطة دي هتفضحه قدام كل الناس، تحديدا انها اعلامية وهو في منصب مرموق، وبالتالي لما هتحصل جريمة القتل الخطأ دي كل الناس هتعرف ان دي مراته، وبكده يكون هدف الخطة الرئيسي وهو التخلص من شيماء والتخلص من تهديدها مش هينفع. فقرر انه يغير كمان الخطة دي ويبدأ يفكر في خطة تالتة. وبالصدفة وهو خارج يسهر على واحدة من القهاوي في شهر رمضان قابل صديق لي قديم جدا من زمان كان يعرفه كويس من مكان سكنهم القديم، وهو حسين محمد ابراهيم الغربلي، عنده استثمارات خاصة وتجارة حرة متنوعة، وزي ما تحقيقات النيابة قالت ان تجارة كانت في أمور مشروعة وغير مشروعة، وقبل سنتين كان بدأ يمر بضائقة مالية كبيرة والديون بدأت تكتر عليه. كل واحد فيهم عنده مشكلته الكبيرة واللي من وجهة نظره ملهاش حل، وكملوا قعدتهم وقعدوا يفتكروا الذكريات اللي بينهم، وبدأوا كمان يتكلموا عن المشكلات الخاصة اللي عند كل واحد فيهم. وفي نفس القعدة دي أيمن لاحظ إن حسين بيحب الفلوس جدا وعنده استعداد يعمل اي حاجة في مقابل انه يحصل على فلوس علشان يعوض جزء من خسارته، فعرض عليه ايمن مبلغ 2 مليون جنيه وعقد ملكية لشقة سكنية في سبيل انه يساعده في التخلص من شيماء جمال. وافق حسين في نفس القعدة، وعرض عليه ايمن الخطة الاولى اللي فكر فيها، ان عربية تعدي بالصدفة
وتخبط شيماء وتموتها، لكن حسين رفض الفكرة تماما وقال له انه صعب انهم ينفذوها. واقترح حسين على ايمن انهم يستدرجوا شيماء في واحدة من الوحدات السكنية اللي يمتلكها ايمن، وانهم يقتلوها ويدفنوها جوه الوحدة دي. لكن ايمن اول ما سمع الاقتراح ده رفضه، لان الوحدة السكنية دي باسمه. لكن حسين قدر يقنعه لانه شغال في القضاء، فصعب جدا حد يعمل معاه اي اجراء قانوني. فوافق ايمن على المقترح ده، وتحركوا هما الاتنين على وحدة سكنية يمتلكها ايمن علشان يعملوا معاينة مبدئية قبل تنفيذ الجريمة. لكنهم اكتشفوا لما راحوا ان في كاميرات مراقبة كتيرة جدا موجودة في المكان، غير ان الجيران اللي ساكنين حوالين الشقة دي عددهم كبير وبيكونوا صحيين طول الوقت، فخافوا ان حد يشوفهم ويكون شاهد عليهم. لحد ما وصل ايمن وحسين للفكرة النهائية وبدأوا في تنفيذ خطواتها. ايمن كان عارف ان شيماء عندها مشكلة معاه، فقال لها انه عايز يصالحها وانه هيكتب مزرعة كاملة باسمها هدية منه ليها. وطبعا شيماء فرحت بالخطوة دي. وبعد كام يوم ايمن كلم شيماء وقال لها انه خلاص لقى المزرعة اللي وعدها بيها، وانه كمان حجز تذاكر طيران لدبي علشان يسافروا مع بعض ويصالحها. كل ده وشيماء كانت مصدقة ايمن لانه كان بيتصرف طبيعي جدا. وقبل ميعاد السفر لدبي بيوم ايمن كلم شيماء وقال لها انه هيعدي عليها في البيت علشان ياخدها علشان تشوف المزرعة، وطلب منها انها ما تقولش لاي حد علشان الحسد. وعدى عليها في البيت الصبح وركبت معاه العربية واتجهوا على المزرعة، واللي مكانها كان بعيد جدا، وده كان بهدف انه يضمن انها ما تعرفش تهرب او انها لما تستغيث باي حد محدش يسمعها. واول ما وصلوا المزرعة حسين فتح لهم الباب، وايمن قال لشيماء ان الشخص ده هو الوسيط اللي جاب له المزرعة. شيماء نزلت من العربية علشان تتفرج على المزرعة، وبعد شوية طلب منها ايمن انهم يروحوا على الاستراحة علشان الحر. واول ما شيماء دخلت وقعدت على الكرسي ايمن قال لحسين اعمل لنا شاي يا حسين، ودي كانت كلمة السر اللي اتفقوا عليها انه طالما قالها يبقى لازم الخطة تتنفذ. شيماء اتفاجئت ان حسين بيمسك ايديها من الخلف، وايمن طلع المسدس وقعد يضربها على وشها وراسها اكتر من مرة، وشيماء كانت بتقاوم بشدة، لكنهم عرفوا يشلوا حركتها تماما واستمروا بالضرب لحد ما ماتت. واول حاجة عملوها جردوها من اي حاجة تمكن الامن من الاستدلال عليها، ومن كتر ما كانوا خايفين انها ممكن تكون ما ماتتش حطوا قماش على وشها علشان يقطع نفسها تماما، ولفوا جسمها وايديها ورقبتها بجنازير حديد علشان تشل الحركة تماما. وبعدها نقلوها خارج الاستراحة لحد ما وصلوا لمكان حفرة عمقها 3 متر كانوا حفروها قبل الجريمة دي بيومين، وحطوها جوه الحفرة. وبعدها فتحوا إزازة مية نار ورموها على جسمها بشكل عشوائي علشان يمحوا أي ملامح ليها، وإن يبقى صعب جدا التعرف عليها. وبعدين ردموا الحفرة ورجعوا على الاستراحة تاني ونظفوها كويس جدا وتخلصوا من أي حاجة ممكن تكون دليل عليهم. وللعلم المزرعة دي كانت متأجرة لمدة سنة، وكان الهدف من إيجارها إنهم يموتوا شيماء ويدفنوها فيها، وبعد سنة يسيبوا المزرعة وصعب جدا حد يعرف يوصل لها. والفترة اللي خدوها علشان يرتبوا الخطة دي شهر كامل قبل التنفيذ. وبعد ما كل حاجة خلصت أيمن كان مدي لحسين 300,000 جنيه بس من المبلغ المتفقين عليه، وأيمن طلب من حسين إنه يختفي تماما عن الأنظار وإنه ما يحصلش تواصل بينهم إطلاقا، وإنه خلال أيام هيحول له باقي المبلغ. في نفس الوقت ده أخت شيماء كانت مستنياها في البيت، لأن شيماء قبل ما تنزل طلبت منها إنهم يحضروا الغداء على الساعة 2:30 الظهر علشان هترجع هي وأيمن ويتغدوا مع بعض في البيت. لكن شيماء اتأخرت جدا عن الميعاد ده، وحاولت تكلمها أكتر من مرة لكن على طول تليفونها كان مقفول. وفوجئت كمان إن جنى بنت شيماء قالت لها إنها اتصلت بأيمن واللي كانت بتقوله يا بابا علشان تسأل على شيماء، وإنه رد عليها أثناء ما كان بيقتل شيماء، وسألته إنها بتحاول توصل
لمامتها لكن تليفونها على طول مقفول، وهو رد عليها وقال لها ان هو كمان حاول يكلمها كتير لكن برضو تليفونها مقفول. وبعد ساعة ايمن وصل البيت، لكن كان ظاهر عليه ان هدومه مش نظيفة خالص وان التراب موجود عليه بطريقة مبالغ فيها، وقال لهم انه فعلا قابل شيماء وراحوا اتفرجوا على المزرعة، لكن بعد كده سابها في مكان لانها قالت له انها هتشتري حاجات وانها هتروح على البيت بطريقتها. وبعد كام ساعة من اختفاء شيماء وتليفونها المقفول، بدأ أهل شيماء يطلبوا من أيمن إنه يتصرف وإنه يحاول يبلغ السلطات الأمنية باختفاء شيماء، وأهلها كانوا ملاحظين إن أيمن كان هادي جدا وكأنه عارف هي فين ومخبي عليهم، وبلغوا الأمن باختفاء شيماء. في الوقت ده حسين شريك أيمن كان سافر على الساحل الشمالي علشان يختفي تماما عن الأنظار، وكان قاعد في مكان هناك تابع لأيمن، وكان منتظر أيمن علشان يحول له باقي الفلوس، وعرف بطريقته الخاصة إن أيمن بيحضر نفسه علشان يهرب برا مصر. وحسين حاول يوصل لأيمن أكتر من مرة لكن ما كانش بيرد عليه، وهنا حسين توقع الغدر من أيمن وإنه مش هيحول له باقي فلوسه. وفي نفس الوقت رجال الأمن كانوا وصلوا بيت شيماء وبدأوا يسألوا أهل شيماء عن كل المعلومات اللي يعرفوها عنها قبل الاختفاء، وكلهم كانوا بيجاوبوا عادي لحد ما بدأ رجال الأمن يسألوا أيمن، واللي كان ظاهر عليه علامات التوتر جدا، فبدأ رجال الأمن يشكوا إن أيمن له علاقة مباشرة باختفاء شيماء، تحديدا لما عرفوا إنهم كانوا على خلافات مع بعض. لحد ما ظهرت أول مفاجأة، حسين قدر يهرب من الساحل الشمالي ويرجع على القاهرة، واتجه على رجال الأمن وقال لهم إن هو شاهد على قتل الإعلامية شيماء جمال، وإن المتهم الرئيسي هو جوزها أيمن، وإن حسين لما شاف أيمن بيقتلها خطفه وحبسه في مكان في الساحل الشمالي. وهنا بقى فيه بلاغ رسمي يتهم أيمن بقتل أو اختفاء شيماء، ولحد اللحظة دي كان رجال الأمن والإعلام بيتعاملوا مع حسين إنه مجرد شاهد. أيمن عرف اللي عمله حسين وقرر إنه هيهرب برا مصر، والأمن بلغ الجهات القضائية وتم رفع الحصانة عن أيمن، وتم القبض عليه في السويس متخفي في زي خليجي، وكان بيستعد علشان يهرب برا مصر، ولما اتقبض عليه اعترف بكل حاجة. وصدم الإعلام إن حسين مش مجرد شاهد وإنه شريك معاه في كل تفاصيل الجريمة. الأمن وصل للمزرعة وتم استخراج الجثة وبدأت التحقيقات بشكل موسع، وتم إرسال الجثة للطب الشرعي، وبمراجعة كاميرات المراقبة قدر رجال الأمن يشوف أيمن وحسين وهم بيشتروا معدات الحفر من محل جنب المزرعة، وكمان شافوهم وهم جايين المزرعة قبلها بيومين علشان يحفروا الحفرة اللي هيدفنوا فيها شيماء، وعلشان كمان يعملوا بروفة كاملة قبل تنفيذ الجريمة. والطب الشرعي كمان أثبت وجود بصمات أيمن وحسين على ملابس وجثمان شيماء، ده غير وجود أنسجة من جلد حسين في أظافر شيماء، وده كان نتيجة مقاومة شيماء ليهم وهم بيقتلوها. واعترف أيمن أنه عمل كده لأنها طول الوقت كانت بتهدده. والأمن عرف كمان أن شيماء كان معاها دليل يدين أيمن أنه مرتشي، وبعد محاكمات طويلة وكل الأدلة تدين أيمن وحسين تم إصدار حكم الإعدام عليهم هما الاثنين. ربنا يرحم شيماء جمال، ومهما كان في مشاكل بين اتنين مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان حد يعمل كده في حد حتى لو كان بيهدده. وواضح من الاول ان ايمن كان مش انسان طبيعي، ده كان شيطان على شكل انسان. سلام عليكم.